شبكة للمناضلة والكفاح، وهذا يخيف السلطات إلى حد أننا نشهد منذ شهور هستيريا من قبل النظام الملالي، لأنهم يدينون كل ما ولاه علاقة بأشرف ثلاثة وبمريم رجفي أو بالمناضلة الانتفاضة الإيرانية أو مجاهدي خلق، كل شيء يفزعهم. وأظن أن هذه علامة جيدة، لأننا نحتفل اليوم بأن الخوف تغير، لم يبقى في الشوارع، لم يبقى في عند الشعب، لم يبقى في قلوب الشباب والنساء والرجال، لا، الخوف الآن والفزع عند المسؤولين، مسؤولي النظام الدكتاتوري عند الملالي.